قناة المسلم أخو المسلم الدعوية، بوابتك للعلم النافع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال: يا معاذ، تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، ألا أخبر الناس؟ قال: لا تخبرهم فيتكلوا. فهذا الحديث فيه بيان حق الله على العباد الذي أوجبه عليهم له سبحانه وتعالى، وهو أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وأجر هذا الحق ونفعه يعود على العباد، أما الله جل وعلا فهو غني عن عباده، وإنما هذا نفعه يرجع إليهم. فإذا عبدوه حق عبادته أنعم عليهم ورزقهم ووفقهم وهداهم تولاهم، فهذا حقه عليهم وثمرته راجعة إليهم. وحقهم عليه الله جل وعلا لا يجب عليه شيء، وإنما هذا حق أوجبه على نفسه ولم يوجبه عليه أحد، وإنما هو حق أوجبه على نفسه سبحانه وتعالى. فحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. هذا ما تضمنه هذا الحديث العظيم، حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، فيه بشارة عظيمة للمؤمنين الموحدين أنهم يسلمون من العذاب، يسلمون من العذاب المؤبد. وأما العذاب الذي ينقطع فإنه قد يحصل لهم بحسب ما يقصرون به من حق الله سبحانه وتعالى، إما أن يعفو الله عنهم ولا يعذبهم، وإما أن يعذبهم بقدر ما يستحقون ثم يرفع عنهم عذابه سبحانه وتعالى. ولا يخلد في العذاب إلا الكافر والمشرك، وأما المؤمن فإنه وإن عذب فإنه لا يخلد في العذاب، أو يعفو الله عنه وهو إلى العفو أقرب سبحانه وتعالى. فهذا فيه حديث عظيم، هذا حديث عظيم. قال: أفلا أخبر الناس يا رسول الله؟ قال: لا تخبرهم فيتكلوا. فهذا فيه دليل على كتمان العلم للمصلحة، إذا كان في كتم العلم مصلحة فإنه يكتم، أما إذا لم يكن في كتمه مصلحة
فإنه لا يجوز كتمان العلم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فكتمان العلم الأصل أنه لا يجوز، بل يجب البيان، إلا إذا كان في كتمانه مصلحة فإنه يكتم لأجل المصلحة، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. جزى الله معالي الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.